برحب فيكم بموضوع كمان جميل حول يعني علم الأحياء، وهو عنوان استجابة النبات ونموه تحت تأثير الهرمونات، وهو ما يدعى الهرمونات، هي تسمى أيضا بالأوكسينات. الأوكسينات طبعا هي يعني مجموعة من الهرمونات النباتية التي تتحكم بنمو وكل يعني فعاليات النبات. شو معنات الكلام؟ نحن بنعرف أنه يعني الإنسان والحيوانات لديها جهازين بيتحكموا بجميع العمليات الحيوية فيها، النمو، الاستجابات، يعني كل ما نقوم به من يعني فعاليات ضمن أجسامنا، ضمن أجهزتنا أو استجابتنا وتفاعلنا مع الوسط الخارجي، هو يقع تحت تأثير جهاز عصبي وجهاز تنسيق كيميائي، هن الغدد الصم. طبعاً الغدد الصم تفرز هرمونات تنتقل إلى أماكن التأثير وهكذا، هاي بعالم الحيوان. عالم النبات أيضاً لا يختلف أبداً عن هذا الوضع، لكن مع فرق أنه لا يملك جهاز عصبي، فقط لديه جهاز أو تنسيق كيميائي يتحكم بكل فعاليات النبات، من نموه، ظهور الأزهار، سقوط الأوراق، الثمار، نضجها، كل هالأمور هي التي نشاهدها في نبات ينمو عنا بالبيت، يعني أينما كان، في الجنينة، في أي مكان، تجد أن يعني كل ما يقوم به النبات منظم ومنسق. طبعا هذا التنسيق وهذا التنظيم هو بواسطة هذه الهرمونات، وخصوصا اليوم بدنا نحكي عن الأوكسينات. طبعا يعني نحن بجوز عنا نبتة مثلا بالبيت شايفينها عم تكبر، تلاقي النبتة إذا كان ما في ضوء كتير تلاقيها بتطول بسرعة، وبيكون صحيح لونها على أصفر لكن يعني وبتطول بسرعة أكبر. وكمان بنلاحظ ملاحظة تانية، إنه إذا مثلا النبات كان يأتي إليه الضوء من جهة واحدة من النافذة مثلا، فتجد النبات يتجه باتجاه الضوء. فكيف نفسر هذا النمو وهذه الملاحظات الجميلة التي نشاهدها لنبات ينمو عنا ببيتنا، بجنينتنا، بأي مكان؟ ففكرة إذن من الناحية العلمية هذا شيء اسمه انتحاء أو استجابة النبات. استجابة النبات لمنبه خارجي، وحنحكي عن المنبه كان هلأ حاليا هو الضوء اللي كنا عم نحكي عن أمثلته. في أيضا أدينا استجابة أخرى وهي الانتحاء أو الاستجابة الأرضية، يعني نحو يعني نحو الأرض. فعندما نشاهد بذرة تنمو فمهما كان وضعها فإن جذرها يتجه نحو الأسفل وساقها نحو الأعلى. طبعا هذا الشيء كلياته مثل ما حكينا بتأثير الأوكسينات، الهرمونات النباتية. الفيديو الآن أمامنا يوضح يعني نمو نبات بتأثير هذا الأوكسين. فلاحظ إذا عندنا هالنبتة وهي التي طبعا نسميها بادرة بالبداية عند نموها، عندما يكون الضوء يؤثر بجميع الاتجاهات، مثل ما شفتوا لما غطينا، حنعيدها هيك بس شوي هون، لما غطينا القمة، قمة النبات حيث يصنع الهرمون، يصنع الأوكسين، فإن الضوء لم يؤثر بأي مشكلة بالنسبة للنبات، فنما باتجاه واحد. أما عندما لم نغطي القمة ووجهنا الضوء من جهة واحدة، فإن الضوء استجاب واتجه نحو الضوء. كيف أفسر هذه القصة أو هذه الملاحظة؟ نبات ينمو مثل ما لكم شايفين، كلها هي اسمها بادرات،
الأوكسين هذا هو مادة كيميائية، هذا التركيب الكيميائي فيها كربون وهيدروجين وحلقات من الكربون. المهم هذا الأوكسين نبتة تنمو، هاي كبرنا القمة، القمة هنا تحوي خلايا تفرز مادة الأوكسين اللي حكينا عنها. عندما يوجه الضوء من جهة واحدة لهالساق التي تنمو كما شاهدنا، فإن الأوكسين يهرب من منطقة الضوء، ينفر ويتجه إلى المنطقة المظللة. الأوكسين وظيفته يؤدي إلى استطالة الخلية، نمو الخلية النباتية بصورة أسرع وأكبر، وهو دور الأوكسين حقيقة. دور الأوكسين هو نمو الخلية النباتية واستطالتها. هلأ الخلايا بالجهة المظللة تحوي أوكسين أو بتأثير أوكسين بتركيز عالي، هذا يؤدي إلى أن تستطيل الخلايا في الجهة المظللة بصورة أكبر من الجهة، كما نشاهد هنا، هنا المنطقة اللي كان الأوكسين فيها تركيزه عالي، فنمت الخلايا بصورة أكبر من الخلايا المضاءة التي أتاها الضوء، لأن الأوكسين كما حكينا هو صحيح مسؤول عن الانجذاب الضوئي، لكن هو كمادة كيميائية يتخرب بالضوء، ينفر من الضوء، فيتجه نحو المنطقة المظللة، والمنطقة المضاءة تصبح فقيرة بالأوكسين. وكما قلنا الأوكسين هو الذي يسرع استطالة الخلية، فلذلك ينجذب النبات باتجاه الضوء. تمام؟ إذن فلذلك نحن مثل ما قلنا لما منشوف نبتة عم تنمى بالظلام في مكان إضاءته ضعيفة جدا، فإنه ينمو بسرعة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن الأوكسين يقوم يعني التأثير بشكل جيد جدا بتركيز عالي جدا، فلذلك تنمو بسرعة، لكن طبعا بتكون ضعيفة، وبيكون يعني الخضور فيها اللي هو مسؤول عن حياة النبات، اصطناع الغذاء للنبات، بيكون فقير، لأنه الخضور مثل ما بنعرف يحتاج إلى ضوء حتى يعمل عملية شيء اسمه بنعرفه التركيب الضوئي اللي هو تركيب الغذاء في النبات. فإذا هي فكرة إنه النبات هو ينمو متجها نحو الضوء، ينمو الساق نحو الأعلى والجذر نحو الأسفل، هو بتأثير مثل ما حكينا مين الهرمونات النباتية، واللي حكينا عنها اليوم كانت هي الأوكسينات. وشكرا لكم حقيقة، وإن شاء الله كون وصلنا فكرة